مئوية النهاردة بتمثل رمز لأعمال الدكتور مصطفى محمود اللي موجودة واللي مستمرة، وهي النهاردة نقطة تطور جديدة في أن احنا مع احتفالنا بمئويته بنحتفل ببداية إنشاء، أو يمكن منقولش بداية، الاستمرار في إنشاء المجمع الطبي والمستشفى والمسجد الجديد في أرض أكتوبر. الحقيقة ده كان حلم للدكتور مصطفى محمود اللي حلمه من أكتر من 25-30 سنة، وإحنا النهاردة بنبتدي نحققه وإن شاء الله نمشي على خطاه، وإن شاء الله دايما يبقى مجهوده واللي عمله في حياته موجود إن شاء الله بإذن الله. النهاردة يعني هو طبعا يوم تاريخي، لأن هو ده بداية تحقيق الحلم، بداية بناء المستشفى وفي نفس الوقت المسجد، والمكان ده كان حلم بابا أنه هو يبنيه. كان ليه رسالة، مش مجرد أن أنا يعني أعالج الناس أو أساعد المحتاج، يعني بابا كان ليه حلم دايما أكبر من كده، يعني حلمه الإنسان المصري نفسه وتنمية البني آدم من جميع الاتجاهات. يعني عشان كده كان حريص المسجد، يعني كان ما كانش في مسجد في الفترة دي مثلا في سينما وفي مكتبات سواء علمية أو دينية، وفي رحلات وفي ندوات ثقافية وندوات علمية، وده كان شيء جديد على هو شايف إن المسجد أو الجامع، واسمه جامع، إن هو يعني بيجمع كل شيء ممكن يكون بيفيد الإنسان. الجمعية بتاعتنا بدأت في جامع مصطفى محمود سنة 75 تقريبا، والنشاط الطبي بتاعنا كان بدأ سنة 89 في مستشفى اللي هي في ميدان لبنان. وكان حلم الدكتور مصطفى الله يرحمه ان هو يبني مدينة طبية في 6 اكتوبر، وكنا خدنا الارض دي فعلا. هي المستشفى دي هيبقى المسطح بتاعها تقريبا 5200 متر، حوالي 130 سرير، فيها 6 اوض عمليات، فيها غرف فرعية مركزة، فيها كل الأقسام الخاصة بالطب، بما فيها الجراحات الدقيقة زي جراحة قلب وصدر، جراحة أوعية دموية، الجراحات المتقدمة كلها هتبقى موجودة في المستشفى دي بإذن الله. المستشفى أو المجمع الطبي اللي احنا واقفين قدامه دلوقتي ده، بخصوص المئوية، تقرر مجلس الإدارة قرر إنه يعمل منه 50 سرير لذوق الإعاقات الخاصة. نشتغل على مستوى محافظات مصر كلها، بنشتغل خدمات اجتماعية وبنشتغل خدمات طبية عن طريق القوافل الطبية، بنخدم أكتر من 200 ألف مريض في السنة، بنعمل أكتر من 60 ألف عملية سنويا للغير قادرين، غير الأنشطة الاجتماعية اللي تمتد في كل فروع مصر. شرفت بتولي إمامة المسجد من سنة 2013. العمل في مسجد مصطفى محمود أولا مختلف، احنا في المساجد بنواجه انه الفكر المنتشر في اي منطقة، لكن احنا بالنسبة لمصطفى محمود موقعه هو موقع يعني بالنسبة لمصر كلها. المستشفى بيبقى فيها ناس جاية من كل المحافظات، بل يعني بنلاقي ناس كمان جاية تتعالج فيها من الدول العربية، وبالتالي انت بتتعرض لموضوعات دعوية تمس الجميع، بتتعرض لموضوعات الافتاء اللي هي بتتسأل فيها من البيئة الزراعية ومن البيئة الصناعية ومن البيئة الساحلية، فبتلاقي اسئلة مختلفة من بيئات مختلفة ومن بيئات عربية الى غير ذلك. فلازم الخطبة تبقى مواكبة هذا الجو او هذا التجمع اللي هو لابد ان يوضع في الاعتبار.